كره بيزق الراجل بيزق، انما الحمد لله الحمد لله الحمد لله اسلام الشاطر يغطي تغطيه جميله جميله، اتزق اهو رقم 10 جرانج كان زق اهو، شوف هو زق، انما الحاجه بص مش هيدي لك حاجه وتتلعب، انما برافو اسلام الشاطر غطى تغطيه في اخطر كره لاوكلاند سيتي في المباراه حتى الان. بدايه كده يعني حماسيه هجوميه ل اوكلاند سيتي، وعندهم بقى الراجل لسه ماسك كوره ابو تريكه، ابو تريكه عشان خاطر يستلم الكوره وهو واقف هيتعور زي ما احنا شايفين، لازم يسيب الحركه لان الثاني مش سايب له فرصه، وواقع اهو ابو تريكه ان شاء الله يوصل. وياسمين بابا ها عايزه اتفرج على الكرتون. حبيبتي مش هينفع تتفرجي على الكرتون دلوقتي عشان انا بتفرج على الماتش. وش معنى انت تتفرج على اللي انت عايزه وانا مش بتفرج على الكرتون؟ تيمي ترنر هيبدا. تيمي ترنر ايه؟ انا اب ظالم هتفرج على الماتش، عايزه حاجه؟ ماشي اديك عرفت نفسك والظلم اخرته وحشه. ماشي. عادل انت يا عادل، بنتك خدت التوكه بتاعتي. التوكه بتاعتك اللي على شكل فراوله ولا على شكل تفاحه؟ اللي على شكل فراشه. طيب يا ماما هديك التوكه بتاعتها اللي على شكل جون. فاول فاول فاول. في توكه على شكل فاول؟ يا ماما انا مش عايز اتفرج على الماتش يا ماما، توكتي دلوقتي انا عايز اتفرج على الماتش، بيتي وقاعد اتفرج على الماتش عادي، سيبوني لو سمحتوا يا ماما. اتفرج يا حبيبي براحتك وانا هعرف اتصرف. شوت بقى شوت بقى. والله العظيم ثلاثة يا عادل، إن ما لميت الست رانيا مراتك دي لكون سايبة لك البيت وماشية، وأنا عارفة إن أنت نفسك أسيب البيت وأمشي. إيه اللي كل شوية ماشية 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 جون جون يا أخي؟ ما هو ما يصحش برضه يا عادل إن هتأجر لي واحد يقول لي يا زبالة. إزاي ده؟ كل يوم الساعة 6 الصبح واحد يرن الجرس ويقول زبالة زبالة، ما يصحش يا عادل. ده الزبال يا ماما، الزبال بيرن الجرس على العمارة كلها عشان ياخد الزبالة، ليه كل حاجة بتاخديها عليكي كده يا سناء؟ يا اخي خد حقي يا اخي، ده انا اختك برضو، ما انت لو ما خدتش حقي انا هتصرف بنفسي، هاخده بدراعي يا عادل. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ اخد لك حقك اعمل لك ايه يعني؟ خلاص مش مهم انا هتصرف. ماشي. شوت 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 يا زباله. بتقول لي زباله في وشي؟ انا كلمتك؟ كلمتني وضايقتني ومش هشوف الماتش. هاتي 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 الريموت هاتي الريموت، ما تبقيش انت كل حاجه هتبوظيه هتبوظيه. يا سناء ما تخلينيش اضربك بقى، اوعي بقى. عادل إيه؟ شفت دخلت ازاي؟ لا ما شفتهاش، نشوفها في الاعاده. عودي عودي. انا بتكلم على اختك الهبله سناء اللي دخلت تزعق فينا وياسمين. ايه اللي حصل؟ اصل ياسمين كانت بتحكي لي عن مدرسه عندها في المدرسه اتكعبلت وهي بتتمرجح في المراجيح، فضحكنا افتكرت العبيطه ان احنا بنتريق عليها. معلش انت عارفه ان سناء يعني من نفسنا وعشان متطلقه دايما ظروفها صعبه ومستحملينها وهي عاله علينا اصلا يعني. اللي انت بتقوله ده يا عادل. بص يا سناء كل حاجه بتاخديها عليكي انا كلمت عليكي دلوقتي. ماشي يا عادل براحتك براحتك يا عادل براحتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حته خرقه بننضف بيها البيت عشان مليان تراب. خرقه؟ خرقه؟ عادل شايف؟ ما بيفكركش بحاجه ده؟ بيفكرني باللبن اللي اتقطع اللي اتدلق امبارح. اتدلق ايه بس يا عادل؟ ده فستان خطورتي. يا امال فين الكمام؟ كمام ايه؟ كمام ايه؟ انا بكلمك ركز معايا، فستان خطوبتي قطعوه وعملوه خرق. فستان قديم ومركون في الدولاب واكلته العته، مش نستفيد بيه احسن؟ فستان خطوبتي اللي بيفكرني باحلى ايام حياتي في دولابي في شقتي. خلاص يا اختي ده عليكي بعد ما تخنتي وفشولتي. انا ما تخنتش. صحيح الفستان هو اللي خس. عادل عادل حبيبي بص عليا كده، بص عليا عادل. أيوة انا تخينه؟ لا لا بس اوعى بس عشان الماتش. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انا تخنت؟ قصدك ان انت مش عارف تتفرج على الماتش عشان انا تخنت؟ يعني انا كنت رفيعه كنت عرفت تتفرج على الماتش؟ انت رفيعه تخينه، انا مش هعرف اتفرج على الماتش وانا مش بتاع كوره وماليش في الماتشات ومش متفرج على حاجه. اتعد لي يا ياسمين. بتعملي ايه يا طنط؟ ما انا لسه مسرحاها.
وهي دي تصريحه اللي انت مصرحاها لها دي؟ دي مش بنت رايحه المدرسه، شكلها كده بنت رايحه تشحن. وبعدين ايه اللبس اللي انت ملبسه لها ده؟ دنيا برد. عايزانا البسها ايه؟ احط لها ورق جرايد على صدرها؟ ورق الجرايد ما ينفعش. انا كنت بلبس عادل وهو صغير كولومبي يدفيه من صدره لرجليه. وكان بيلبس فوقيه ايه؟ بنطلون ولا جيبه؟ انا لو عايزه اتجوز هشاور بصباعي كده، السما دي هتمطر عرسان، بس انا اللي ماليش نفس. وانتي يا دادا مش عايزه تتجوزي؟ جواز ايه عيب؟ انا ما بفكرش في الحكايه دي خالص. وبعدين اعمل ايه بالجواز؟ انا اتجوزت التيس نطحني. التيس ده يبقى مين؟ جده؟ ضيعت معاه احلى سنين عمري، وبعد كده اتجوز عليا ورماني في الزريبه دي. ما تزعليش يا تيتا، بكره اتجوزك سيت سيدو. ايه ده؟ تقفل الباب ليه؟ شوفي عادل، مش هتخرج غير لما اسمعك الكلمتين بتوع الصبح. اوي يا حبيبتي، اتفضلي. من 5 سنين زي النهاردة كده أمك اتطلقت وجات عاشت معانا، بعدها بكام شهر أختك برضو اتطلقت وجات عاشت معانا. يعني قصدك تقولي إن النهاردة عيد ميلاد الطلاق، كل سنة وانت طيبة. أنا خلاص خلاص ما بقتش قادرة استحمل، بيتحكموا في حياتنا يا عادل. بناكل إيه؟ بنشرب إيه؟ بنلبس إيه؟ بنتي ياسمين بتروح المدرسة امتى؟ وبتلبس ايه؟ وبتاكل ايه؟ حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم. بيتي مش عارفة اقعد فيه براحتي، صحابي مش عارفين يجولي واقعد معهم بمزاجي، طول النهار لابسة، طول النهار لابسة يا عادل. ايه اللي طول النهار لابسة؟ طول النهار لابسة العادي ان الناس طول النهار تبقى لابسة، اللي مش عادي ان الناس طول النهار تبقى قلعة، هو ده اللي مضايق. انت بتهزر بقى. بص يا عادل بلاش الحمام، الحمام يا عادل، يمك في الحمام، يا اختك في الحمام، رغبة إنسانية، عايزة أدخل الحمام، مش لازم أحجز قبلها. يا حبيبتي بصي اهدي بس، اهدي، الحمام ده محدش بيخشه عشان يضايقك، هما بيخشوه لأسباب تانية خالص يعني. وبعدين أنا كان نفسي طبعًا يا رانيا إن يبقى عندنا شقتنا إحنا لوحدينا ونقعد نعيش براحتنا وتعزمي كل أصحابك وكل حاجة، بس أولًا الشقة دي أمي هي اللي جايباها، ثانيًا أمي دي هي اللي جايبه لنا الشقة دي، ثالثا الجنة تحت أقدام الأمهات وهي أم وإنتي أم، فأكيد مثلا ممكن لو ربنا كرم ودخلتوا الجنة هتتقابلوا، لازم تتعودوا على بعض من دلوقتي. على فكرة صوتكو كان عادي وانا سمعت كل حاجة. انا اسفة يا طنط لحضرتك بس غصب عني. انت زي بنتي ويهمني مصلحتك، انت لا بتهتمي بلبسك ولا بشعرك وسد نفسه عن الدنيا. الراجل لو ما لقاش كل اللي عايزه في مراته هيبص برا. طنط حضرتك زمان ما كنتيش مهتمة بنفس حضرتك، فعشان كده حماية اللي كان متجوز حضرتك طلق حضرتك وراح اتجوز عن حضرتك، وبعدها سناء بنت حضرتك برضو طلقت حضرتك، فعشان كده حضرتك بتنصحي. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي حضرتك. تقصد ايه بحضرتك؟ نقضيها نبطشيات ازاي بقى يا انصح واحد في الجيزة؟ انا هقول لك يا دولة يا ابن عم، اسمع، هي تنام طول النهار وهم يصحوا طول الليل او عكس، هي تنام طول الليل وهم يسهروا طول النهار وانت تنام طول الصيف.
وانت هتترفض طول الشتاء. غور يالا غور يالا كل شويه غور غور. طب اذا كنت انا دلوقتي عمال احل لك مشاكلك كل يوم، ليه بقى بتكلمني بالاسلوب الواطي ده؟ اخيرا تعمل شرا تلقن تلقن كان عارف يالا انت لو مش ابن عمي وان عم الله يرحمه مضين عليك قبل ما يموت كنت تعمل فيك ايه؟ كنت تعمل ايه يعني دول؟ عموما ما كنتش اعمل فيك اكتر من اللي معمول فيك دلوقتي يا رمزي. انا المشكله دلوقتي مش عندي، المشكله عند رانيا مراتي. ايه مالها خير بعد الشر اللي قدر الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا قوم يلا غور جاز. خد 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 على هنا خد على بتبرطم. بتقول ايه؟ ما بقولش. لا قلت قلت كده؟ اه ماشي اتكل على الله. الحق دول ايه يالا؟ في ايه؟ في ست زي القمر بره شبه حماتك بالظبط. اه يبقى بنتها قالت لها. اهلا 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 يا عادل، ازيك؟ اهلا وسهلا اتفضلي. مش قلت لك شبه حماتك بالظبط؟ بصراحه يا عادل انا خايفه اكون جيت لك في وقت غير مناسب. اديكي جيتي بقى وخلاص. ازيك يا نجلاء؟ اهلا. ايه اهلا، ايه البواخه دي؟ الحق دولة. عايز ايه؟ في زبون اجنبي بره. طب ما تشوف يا ابني عايز ايه؟ ما انا عمال اقول له ماني ما بيدينيش حاجه. انت بتقول له ماني من غير ما تعرف هو عايز ايه اصلا؟ ما هو ما بيعرفش يتكلم عربي. اه لا 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 غلطان طبعا، غبي ما بيعرفش عربي، ما تكلمه انجليزي يالا. ما انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، ما انت عارف يا دولة. اصل انا حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي بعرفها يس وماني. حضرتك تشربي شاي؟ نو. طب سكرك ايه؟ انا قالت لك نو يعني لا، هو اصلا ما بيعرفش غير يس وانا فاهمه. يلا تعالى. وبعدين بقى هفتحه في الموضوع ده ازاي؟ والله انا مش عارفه انت ايه اللي مخليكي مكسوفه قوي كده يا ماما. هو انت نسيتي ان انت اللي فرشلهم الشقه اللي هم عايشين فيها دلوقتي؟ يعني لولاك انت كان زمانهم نايمين على البلاط. معاكي حق يا بنت، وبعدين البيت بيت بنتنا وعفشنا، وبعدين احنا البيت بتاعنا بتاخد وتحط تحت الحراسه، وبعدين احنا هنقوله ان احنا جايين نقعد عندك اسبوع، واسبوع يجر اسبوع لحد بقى ما يتعود على وجودنا وياخد على كده. الله يرحمك يا عبد العظيم، الله يرحمك، بهدلتنا وشرطتنا وحوجتنا لعرة الناس. انت بتتكلمي عن بابا؟ الله يرحمه مطرح ما هو راح. انت بابا تتنيلي ايه هنا؟ ما تروحي تتنيلي استنيني في التاكس لحد ما اخد النيله عشان نحاسب النيله اللي واقف بره. شكلنا كده داخلين على ايام هباب. هباب انت اتجننتي؟ ازاي ترفضي الالفاظات دي يا بنت؟ اتفضلي. لوك حضرتك اهو 20 باوندز. This one taking 30 باوندز. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حماتي. وعملتوا ايه بقى في موضوع الديون بقى اللي عليكوا دي؟ انا ما اقصدش اسال ولا حاجه، انا قلت بس يعني املى بالكلام يعني بدل ما احنا قاعدين ساكتين كده. بس انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. يبقى اكيد رانيا قالت لحضرتك بقى على الموضوع ده، بس هي صراحه يعني معاها حق، يعني امي واختي غلط قوي ان هم يبقوا قاعدين معانا طول الوقت في البيت كده. لا لا يا عادل يا حبيبي، دول برضو اهلك وعيلتك ولازم تراعيهم وتاخد بالك منهم. ايوه بس برضو حضرتك يعني يا حماتي بيتدخلوا في كل حاجه، انا اهلي وعارفهم. لا 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 لا، مش كل الاهالي زي بعض، اسالني انا، مش كل الاهالي زي بعض. وبعدين انتوا مش عندكم اوضه، ما تقعدوا في الاوضه وتقفلوا عليكم بابكم ومحدش بقى له دعوه بيكم. ايوه بس حضرتك برضو يعني الاوضه الثانيه، افرضي جالنا ضيوف، افرضي لا قدر الله حضرتك جيت لنا مثلا زياره عشان تبيت عندنا ولا حاجه، هنعمل ايه يعني؟ هنبات في الصالة. مين دول اللي هيناموا في الصالة؟ طبعا لا، مامته واخته هو اللي هيناموا في الصالة، وانا وانتي اللي هننام في الأوضة. ايه ده ايه ده، صالتي واوضتي، انتوا ايه الشنط، انتوا هتصيفوا في الشتاء ولا ايه؟ ما هو يا عادل انت عارف ان احنا ورثنا الديون عن المرحوم، وبعدين بقى بصراحة النهاردة حجزوا على الشقة. خلاص يا جماعة ما تقلقوش، ايه المشكلة؟ هاتوا كل حاجاتكم واقعدوا عند عادل طبعا في الشقة. ولا تيك ذيس 10 باوندز. مش عارف اخلص منها. معلش يا عادل، هي كلها اسبوع لحد ما انت تتصرف. اسبوع ايه بس يا حاجه؟ ده حضرتك ده بيتك ومطرحك، يعني تقعدي فيه معززه مكرمه لحد ما تنتقلي الى رحمه الله وبركاته. وليه تقولي هو ده كلامك؟ اوكي تيك ذيس تيك 10 باوندز. ولا هعمل فيك ايه يا دولا؟ وبعدين خلاص يا دولا، انا خلاص نزلت الشنط والتكساجي بره عايز 15 جنيه.
انا اسفه يا عادل، انا نسيت الفلوس في ال فيل. لا معروفه الفيل دي بيتنسي فيها على طول الفلوس، ولا يهمك. خد ادي 5 جنيه والحق الراجل خرج، خد منه 10 جنيه وحاسب التكساجي بسرعه. انا يا حضره هروح احاسبه، هيفرحوا بيكوا قوي قوي شبه حماتك الناطق الخالق. اهلا. ماما هي تيتا هتموت امتى؟ مش عارفه هتموت امتى ونخلص يا ربي. ايه ياسمين اللي انتي بتقوليه ده؟ على فكره كده عيب. اصل انا عايزه انام في سرير لوحدي. انا عارفه يا سوسه والله، بس انا مش عايزاكي تفكري بالطريقه دي. طب ما تخليها تنام معاكي انتي وبابا في الاوضه. لا طبعا ما ينفعش. طب ليه بقى ما ينفعش؟ ما ينفعش عشان انا وبابي. ياسمين اسكتي شويه بقى. يلا يا سناء يلا احنا ماشيين. شوفي بقى عادل لما يرجع وما يلاقيناش هيعمل فيكي ايه. يا ماما احنا رايحين فين بالظبط؟ رايحين عند خالتك فريال في طنطا. ما هو خالتي فريال من ساعه ما اتطلقت وهي قافله شقتها بالقفل وقاعده عند ابنها. ده ابنها يتمنى، انا اللي مرضعاه. انت اللي مرضعاه؟ يعني زي اخويا؟ امال كان متقدم لي ازاي؟ ما انا ما رضعتكيش. ماما مين رضعني؟ يا ستي ام سمير. طب ومين رضع سمير؟ اترضع صناعي. طالما رضع صناعي نروح نقعد عندهم عايز. لا انا ما بحبش اتقل على حد. اللي تشوفيه يا ماما. خلاص اقعدوا اقعدوا، انا اللي ماشيه. ماما ست المشابك على الحبل، اروح اجيبه. بقول لك ايه، هو انت بدل ما تعتذري عايزه تطلعينا احنا الغلطانين؟ على فكره يا طنط انا ما غلطتش. لا غلطتي، انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش العسل الا والطحينه فوقيه. بتقلبي ليه؟ سامع حضرتك بتتكلمي في ايه؟ موضوع تافه صغير، كبرتيه وخليتيه تخين قد كده، عسل على طحينه تقلب، هي دي المشاكل اللي بيننا؟ ايوه مشاكل. ساعدناكي وقربنا منك قلتي بيتدخلوا، بعدنا عنك وسبناكي وقلنا احنا ضيوف قلبتي لي العسل على الطحينه. يعني ايه ضيوف تاكلوا وتشربوا وتناموا بس؟ ايه ده، قصدك ان احنا عال عليكي؟ لا يا حبيبتي لا، ده انا قاعده في خير ابني. اوكي خلي حضرتك قاعده في خير ابن حضرتك، في شقه ابن حضرتك، وانا هسيب لك شقه ابن حضرتك واروح اقعد عند مامي بعد اذنك. لا ما تمشيش حضرتك. ولا اقول لك فكره برضو، روحي قضي يومين ثلاثه وبارجعي. يلا يا ياسمين. يا رانيا رايحه فين؟ سايبه البيت ورايحه اقعد عند مامي. متهيالي يا رانيا مش هتعرفي تعملي الحاجتين في وقت واحد. مامي انت جيتي حبيبتي، وحشتيني ناجله، وحشتيني قوي. مامي انا هسيب البيت واجي اقعد عندك. يا ريت يا حبيبتي، حجزوا على الشقه واخدوها منها. يعني ايه؟ يعني انا مش هعرف اقعد عندك؟ مش قلت لك مش هينفع تعملي الحاجتين في وقت واحد؟ اهلا يا حماتي. والله فراغ يعني يا ياسمين، لقينا نفسنا فاضيين والبيت فاضي قلنا نملاه. نملاه صح. طب وانا دلوقتي انام فين؟ بص يا ياسمين يا حبيبتي، انا بفكر اوديك الملجأ اللي ورانا، بيقولوا عليه ملجأ هايل، وبرضه هيبقى جنبينا يعني كل يوم والتاني تيجي تزورينا، ولما تكبري ابقى انا وماما ان شاء الله نبقى نيجي نقعد عندك. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه، انا بحاول اامن مستقبل البنت. اشمعنى دلوقتي كلمه زي دي توجعك؟ زي ما امك عايشه معانا مامتي كمان هتعيش معانا. يا سلام قوي قوي من عينيا الاثنين، يعني انت شايفاني مبسوط قوي بالفراغ اللي انا عايش فيه ده، القصر الكبير ده عارفه الريح عماله بتصفر طول اليوم في وداني. انا كنت بفكر اجيب ناس من الشارع يجي يعيشوا معانا هنا. انا في واحده صاحبتي مامتها متطلقه، ممكن اجيبها تعيش معانا؟ قوي حبيبتي طبعا هاتيها تعيش معانا، وما تجيش هي لوحديها كمان، تيجي بقى هي ومامتها واختها. وليها اخ كمان. وزي ما انا مستحمله امك انت كمان لازم تستحمل مامي. وبعدين هوديها فين؟ هي كلها اسبوعين وتتصرف. اسبوعين ايه اللي هتصرف فيهم؟ وانت فاكره انها هبل؟ امك لا عندها فلوس ولا عندها شقه ولا عندها قرايب غيرك تعيش عندهم، امال هتعيش فين يعني؟
القصر بتاعك يا بابا. يعني عايزني اوديها فين؟ ارميها في دار مسنين؟ يعني ايه دار مسنين؟ دار مسنين؟ ما تتكلمش عن مامي بالاسلوب ده. منورانا يا حبيبتي. يا سلام، طب انا بتكلم عن امي بالاسلوب ده، هاجي عند امك واغير الاسلوب اللي هي مامي؟ والله ده نورك يا حبيبتي. خلاص بقى انا هطلع من هدومي وانا هولع في نفسي بجاز وسخ. العيال فرحانين بينا قوي. طبعا مش عايشين بخيرنا؟ اجيب لكم فلوس منين اصرف بيها عليكم؟ اجر شقه يا بابا. ده حل كويس والله يا جماعه. رانيا عايز ادخل الحمام. اعمل لك ايه؟ ماما كلبت تطول في الحمام. مش مامي المره دي، امك واختك بره نايمين في الصاله مكشوفين وانا مش عارف ادخل. يعني انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ روحي غطيهم يا رانيا. بسرعة بس لو سمحتي، بسرعة رانيا، بسرعة يا رانيا. كله تمام؟ متشكر قوي يا رانيا. رانيا 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 خلصت؟ خلصت ايه؟ انا لسه ما دخلتش الحمام. قومي يلا قومي صحيهم. طيب على ما اعدي. ما انا اتنيلت رحت غطيتهم، اصحيهم ليه؟ اصحيهم عشان ادخل الحمام مش عارف ادخل. سعد الحرام عليك، انا مش هصحي حد، الناس دي تعبانه طول اليوم وشقيانه ومتمرمطه. نام يا نام يا حبيبي. نام ايه؟ بقول لك عايز ماشي ماشي ماشي، انا بقى هتصرف. ماشي الو. ايوه حماتي، معلش بكلمك في وقت متاخر، يعني معلش ممكن تستروا نفسيكوا عشان عايز ادخل الحمام. ربنا يخليك. ماشي شكرا. انا اسف جدا يعني حماتي، ما كانش قصدي اصحيكوا، بس يعني بجد غصب عني، انا اسف يعني. حقك يا ابني، روح ربنا يسهل لك. معلش يا بنتي، انا عارفه ان احنا متقلين عليكم ومضايقينكم بعد ما كنا ساكنين في بيت عز بقينا مرميين زي كلاب السكك. يا مامي يا حبيبتي والنبي ما تعيطي. اقول لك على حاجه لطيفه، تعالي نامي معايا انت ونجله جوه في السرير وبكره الصبح هنتصرف. طب وجوزك؟ ما يولع بقى. على رأيك يولع، انا عايزه انام، انا تعبانه. يولع مرتين.
ادخل شويه. طيب انت بتيجي من ناحيتين ازاي؟ بابا 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 عادل عادل عادل. ايه يا ماما انت ايه اللي جابك عندنا في الاوضه؟ اوضه ايه؟ انت نايم في الصاله. قصدي ايه اللي جابك عندنا في الصالة أصلا؟ وأنا بالليل يعني رحت داخل الحمام، وأنا خارج من الحمام قلت رايح شوية فالظهر نمت. وما عديتش علينا ليه؟ ما أنا لقيت بقى يا ماما الوقت متأخر، ما رضيتش أقلقك يعني. كنا صاحيين. وكنتوا صاحيين متأخر كده بتعملوا إيه؟ هما ضحكوا عليك ونيموك في الصالة؟ لا 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 أبدا، ضحكوا عليا إيه؟ ده هو بس يعني كانوا جم يزوروا رانيا والوقت اتاخر، فانا قلت لهم مش معقوله يعني ما يصحش تروحوا بيوكو يعني في وقت متاخر، فباتوا هنا يعني عشان مفيش مواصلات بالليل. عادل ما تعودهمش على كده، تنام انت في الصاله وهم يناموا في سريرك، لا يستحلوها، دي عالم نتنا وملهاش مأوى. يا ماما يعني هعمل لهم ايه طيب؟ اكرشهم. اكرشهم؟ قصدي يعني مشيهم. وانا بقول لك ترجمها لي، ما انا عارف ان كروشهم هي مشيهم. يا عادل دول عالم لبط، عليهم قضايا كتيرة متلتلة، ده انت بعد كده هتلاقي مخبر طالع ومخبر نازل وسين وجيم، وانت مالكش قفل الحاجات دي. مالكش قفل؟ ايه الكلام ده بتجيبيه منين يا ماما؟ ومخبر طالع مخبر نازل، يا نهار اسوح، ده بيت مليان حريم، ازاي يعني؟ عادل اكرش اللي اسمها مجيدة دي، تروح تتلقح عند حد من قرايبها. صباح الخير. صباح النور. لسه انا وعادل بنجيب في سيرتك، بقول له يا عادل اوعى مجيده تنام في الصاله، خليها كل يوم تنام في سريرك. لا معلش، اصل دي بقى كانت ظروف يعني ومش هتحصل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا حبيبتي ناخد فنجالين قهوه في اوضتي، وبالمره اشوف لك الفنجال. يلا على اسمك. اتفضلي. يا سلام، امي دي ست طيبه ولا ده دي اللي عملوا لها عيد الام مخصوص. ايه ده يا ياسمين؟ ما لبستيش لبس المدرسه ليه يا ماما؟ انت هتنامي ولا ايه؟ انا مش هقدر اروح المدرسه النهارده عشان ما نمتش كويس امبارح. طب ما يجراش حاجه يا حبيبتي، روحي المدرسه ونامي على الديسك اللي هي الدكه بتاعتك دي. ما ينفعش، عشان الواد معتز بيقعد يتكلم وهو نايم زي طنط سناء. طنط سناء طنط سناء طالعه لامها. دي لسه حالا بتشكر فيكي والله يا سناء. بتبلى عليا مش بتشكر فيا. انا سامعاكي. انا بتكلم وانا نايمه. انا بتكلم وانا نايمه. الكلبه. ايه الكلبه دي؟ لا احنا ما بنقولش الالفاظ دي قدام البنت، اسمها البوبي. والله العظيم بتتكلمي وانت نايمه، بتقعدي تشتمي شتايم وحشه قوي لابي محسن جوزك، بتقعدي تقولي له يا نهار اسوح، ده احنا عدينا مرحله البوبي دي من زمان وقالت له يا ابني. ليه يا طنط سناء؟ ما هو طلقك خلاص. هو ما طلقنيش، انا اللي طلبت الطلاق. ما تقوليش طلق عادل. ما طلقنيش يا عادل، انا طلبت الطلاق. ولعلمك بقى سيبها لي، انا بربيها يا عادل، انا عمتها وبربيها، سيبها لي يا عادل. وانا ابوها وسيبيها. سيبها يا عادل. ولعلمك بقى انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان. ابعدي 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 انت دلوقتي، ابعدي ابعدي انت دلوقتي من قدام الساحره الشريره. ابعدي هتجيب المقشه وتلف لنا في الشقه. ايه في ايه يا سناء؟ البنت دي لازم يعاد تربيتها تاني يا عادل. وانت بقى اللي هتعيدي تربيتها تاني. ايه ده احنا الكلام خدنا وانت نمت هنا طول الليل في الصاله؟ ها لا ده انا اصلي كنت فارد ضهري، لقيت ضهري عامل كده فقلت افرده بقى. افرد ظهرك، اصله كان عامل كده. وخدوا الشنط ودخلوا الاوضه. معنى كده انك هتفرد ظهرك دايما في الصاله. انت هتقول هنا على طول يا عادل؟ داين تودان. ايه داين تودان دي؟ وانا عملت ايه في مين يعني؟ واحنا صغيرين لما انت اتولدت
خدت سريري والدنيا انا بالجزمه، وعشان ما تتحسدش يا حبه عين مامتك قالوا عليك انك بنت وادوك كل لعبي وفساتيني. اه يا فساتيني. فساتيني يا ام فساتين، انت كان عندك فستانين عمي، واحد منهم ما كنتش بحبه عشان كان بيبقى مبين الصدر كده. الايام دواره يا عادل، جالك جالك اللي ياخد سريرك. انت بتضحكي ولا بتركينا عربيه؟ خش الم فساتيني. بصي بصي قدامك سكه سفر، سكه بعيد كلها خضره، بس الدنيا برد، ما تنسيش تبقى. ليه هاخد برد؟ لا يا اختي لا، ايه السكه مليانه رجاله وانت بتنقي منهم. اه بنقي منهم واحطهم في كيس. لا بتحطي عريس. عريس ايه يا حبيبتي؟ انا خلاص بعد المرحوم جوزي لا يمكن افكر في الجواز تاني. وماله؟ بس برضو قدامك سكه سفر، هتسافري هتسافري. انا يستهيأ لي كده ان الفنجان ده بتاعك مش بتاعنا. لا يا اختي ده بتاعك انتي. عارفه ليه بقى مش بتاعي؟ لان انا يا حبيبتي مقطوعه من شجره، لا عندي قريب ولا حد خالص اعرفه. انتي بقى اللي بسم الله ما شاء الله على القرايب اللي عندك، اكوام اكوام، فاكيد انتي اللي هتسافري لهم. ما اقدرش، عادل ما يرضاش، مصمم ان اقعد معاه على طول. اه بقى عادل يا حبيبتي هو اللي مصمم انك تقعدي معاه؟ طب وريني بقى كده الرجال اللي في الفنجان بتاعك. صباح الخير. نعم في حاجة؟ لا مفيش، بس يعني هي رانيا صحية ولا ايه؟ لا نايمة. نايمة؟ طب بالراحة. نعم صباح الخير، انا كنت جاي اشوف القرايه بتاعه العداد يعني، ولا في تعال تعال عاجبه كده اديك صحتها. اتفضل بقى. ايه ده نسمه؟ يا ربي نسمه، ولا حاسس بيها في البيت خالص، ما تسمع لها الصوت. ما شاء الله اختي دي فظيعه. عايز تغير يا حبيبي؟ اغير ليه يا حبيبتي؟ ما انت زي الفل، هو ولا مضايقاني في حاجه ولا اي حاجه الحمد لله. عادل المهم بقى احنا هنبقى ازاي؟ يعني انا كل يوم بقى هنام في الصاله ولا ايه؟ ما هو اصل انت يا حبيبي اللي كنت عايز تخش الحمام، صحتنا وقلقتنا، فاضطريت اقول لهم يجوا يناموا معايا. ايوه حبيبتي يعني مش عايزين اخش الحمام، اعمل ايه يعني؟ امسك نفسي طول الليل ازاي؟ اه طبعا، يبقى مامتك صحيت شافتك نايم بره راحت مسخناك عليا. هي مش محتاجه تسخين، الموضوع ملهلب لوحده. انا مش عارف والله اعمل ايه، انا راجل زي كده اهو شقيان طول اليوم في شغله، المفروض لما بيرجع محتاج يرتاح في نومته. بسم الله عليك يا حبيبتي والنبي الف بعد الشر عليك، يا رب يديكي طول العمر يا حلو. لا لا انت فاكره ايه في نومتي اللي هي؟ لا انا اقصد في مش في نومتي اللي على طول، في نومتي العاديه دي، مع ان انا حاسس برضو حتى في نومتي اللي على طول هيبقوا مشرفيني واوعى ووسع ويقعدوا يزنوني التربه كلها. بس انت عارف ساعتها مش هيبقى في مشكله، لانك مش هتبقى عايز تخش الحمام. كوتو كوتو ايه؟ احنا وقت كوتو كوتو. يعني انت يرضيك مامتي واختي يناموا في الصاله؟ يا سلام، يعني يرضيك انت انا اللي انام في الصاله؟ بص يبقى تعالى كل شهرين مره. انت بتهزري، انام في الصاله زي الشحاتين. ايه ده؟ يعني انت تقصد ان مامتي واختي شحاتين؟ اه طبعا، ما دام مفلسين ومش لاقيين حته يقعدوا فيها يبقوا شحاتين عادي. طب لم نفسك بقى عادي. ايه اللي لم نفسك؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايه الحل دلوقتي يا رانيا؟ الحل بوجهه نظر يعني امك واختك يسيبوا اوضتهم ويناموا في الصاله، فتخرج وتدخل عليهم براحتك. يا سلام، وانا ازاي بقى اقدر اتجرأ اقول لامي كده واقول لها تعالي نامي في الصاله؟ معقوله يا رانيا؟ هتقولها بقى عادي، قول لها قول لها هتعدي. هقول لها ايه؟ روحي سيبي اوضتك وترمي في الصاله على مرتبه ولا ترمي على الكنبه؟ معقوله ازاي يعني؟ ما مش لازم ترمي، بس هتوافق قول لها. افرضي وافقت، انا احط وشي في وشها ازاي يوم عيد الام؟ انت بتهزري. لا مش هينفع، مش هينفع اقول لها كده. طب اقول لك على حاجه، عندي حل تاني. يا ريت قولي. امك واختك يناموا في الصاله يوم ومامتي واختي يوم. لا ما ينفعش ما ينفعش،
افرض ان انا قلت لامي كده، ازاي احط وشي في وشها يوم عيد الفطر المبارك؟ طب اسمع الحل كده كده كده. ايه هو؟ لم الكراكيب بتاعتك اللي في اوضه الكراكيب ونقعدهم مكانها. الم الكراكيب بتاعتي؟ شغلي واكل عيشي اللي انت بتقولي عليه ده اسمه كراكيب؟ الاوضه فيها 2 طن كتب. اقول لك على حاجه، هات البضاعه بتاعتك وحطها تحت السرير. بضاعه بتاعتي؟ طب والباقي يعني؟ في الزباله. ايه؟ احط الدواوين الشعر بتاعتي في الزباله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش مقدره اللي انت بتقوليه ده خطورته عامله ازاي؟ انا شاعر يا ماما، وشعر مهم جدا، وعامل ديوان مهم جدا، واخد بيه جوائز جامده جدا. اه ما حدش اشتراه. بعنا منه نسختين انا ورمزي يعني، بس انا واخد جايزه من مهرجان الوقاص. ايوه مش مهرجان الوقاص ده اللي ما حدش قدم له غيرك، وبالمناسبه كانت الجايزه بتاعته عباره عن طاسه ما تنفعش حتى غطا حله. غطا حله يا رانيا، ده تقدير ادبي معنوي. خنقتني يا عادل. بقول لك ايه، ارمي كل الكتب وخلي معاك واحد ولا اتنين عشان امي تلاقي مكان تنام فيه. هاي حبيبي صباح الخير يا نمنوسه. ايوه دولا حبيبي. دولا عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه يا عم عادل؟ انت من ساعه ما اتصلت بيا في التليفون وقلت لي تعالى جري يا رمزي فجيت جري اهو. في ايه؟ انت بتنهج ليه كده؟ انت مش قلت لي تعالى جري يا رمزي؟ واقول لك تعالى جري تيجي جري جري يعني؟ المهم قفلت البازار؟ لا ما قلتليش انت اقفله، انا انت قلت لي تعالى جري بس. البيت عقله. طب ما ممكن يتسرق يالا. يا عم ما تقلقش يا عم، النهارده الخميس يعني الدنيا فاضيه خالص. الخميس الدنيا فاضيه؟ ايوه يا عم، يعني مفيش حد هيدخل بازار. قول لي بقى انا قلقان جدا، في ايه؟ لا ما تقلقش يا سيدي، تعالى معايا عشان عايزين نفضي المخزن. طب يلا. خد 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 خد. ايه راح فين؟ المخزن اللي في البرازار. البرازار ايه؟ المخزن اللي في البرازار؟ ما انا لو عايزك تفضي المخزن البرازار هقول لك تعالى هنا ليه يعني؟ علشان تقول لي. بص يالا ما تفكرش خالص يا رمزي، انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. من غير ما افكر. من غير ما تفكر خالص. إيه؟ احنا هنفضي المخزن اللي موجود في البيت. يا عادل طب ما قلتليش ليه في التليفون بدل ما اجي وتمشورني؟ خدلك صاحب الشغل بتاعك وغبي هتعمل ايه؟ استحمل. بص يا رمزي تعالى معايا. اه قول كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رمزي؟ انا الحمد لله كويس، بس هو الشغل هو اللي تعبنا. وعادل شغله وقاعد بتشتكي للهوا. هي قالت لك سلام عليكم وقلنا عليكم السلام، ايه بقى هناخد وندي في الكلام ولا ايه؟ معلش هي بنت عمي برضو عادل. هتقعد تفكر العيلة كلها ان انت ابن عمنا؟ يلا يلا قدامي. على فين؟ عايز نرمي الزباله دي فين؟ زباله يا زباله؟ ده ديوان الشعر بتاعي تقول عليه زباله؟ ديوان ايه يا عم صاحب الديوان؟ انت هتعمل لي فيها السلطان عز الدين ايمن. عز الدين ايمن؟ ايوه جوز نخله الدر. ايوه صح صح افتكرته. اه المهم انا فعلا اخترت الراجل المناسب للمهمه المناسبه. ياه اشعار. ايه ده؟ وياما دواوين. ايه ده دول؟ دي البونات الصور بتاعتي. والله؟ استنى استنى. ده ألبوني وأنا في الثانوية، كنت مهم قوي في الثانوية. يالا رمزي يا عم أنت هتسرح بينا يا عم ولا إيه؟ أهو بص. أه صح. رائد الفصل، الشرطة المدرسية، أمال إيه؟ بص الألبوم ده بقى. إيه الألبوم ده؟ ده فيه صور عائلية بقى من فترة يعني. أه العائلية العيلة يعني، دي سناء صح؟ صح. يا وده حماية، كان راجل محترم قوي يالا رمزي. ده كان يوم فرحنا. ده على كده بقى الصورة دي كانت يوم جوازكم. ايوه يوم فرحنا. حماية هو اللي كان عامل لنا الفرح كله يالا. طب ومين يا دولا الولية اللي شبه حماتك دي اللي متشعلقة في ايد لا 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 ومتشعلقة ليه كده اصلا؟ في ايد حماية يعني؟ اه انت ولا واحدة شبه حماتي وماسكة في ايد حماية، مش ممكن تبقى حماتي؟ ممكن عادل. كانت ست عظيمة يا اخي، يا كانت عايشة عيشة جامدة جدا، كانت عايشة في عز. ما كانتش بتعز علينا اي حاجه خالص.
يا بص الجملة دي فكرتني ان انا برضو الواحد بيحن كل شوية ان هو شاعر، يعني اقول شاعر. هتقول شاعر؟ اه. حماتي ما كانتش بتعز علينا حاجة خالص. من اول ما عرفت رانيا من زمان خالص. كنت انا وهي بنخرج من ورا ابوها وامها من غير ما يعرفوا خالص. ونمشي بقى في الشوارع ماسكين ايدينا في ايدين بعض وبنهزها جامد خالص. ايوه. وبعدين بعد كده بقى عندي مسؤوليات بقى ومشاكل ومصاريف كتيره خالص. والبت ياسمين ومدرستها واكل امي واكل اختي واكل مراتي وامها واختها بقت الحكايه بزراميت خالص. انت شاعر جامد قوي يا دول والله. انت كنت فاكر ايه؟ انا ما كنتش فاكر كده. مش عايز بقى اي خدمات تانية علشان انا خلصت خالص. يا لا علمت الشعر اهو. يا لا اتكل انت على الله، اقفل البازار. الله، طب ما نسيبه عادل يمكن يجي زبون ولا حاجه. زبون هيجي وانت هنا؟ انت للدرجه دي ما بتفهمش خالص. ايوه تمام كده. كده هنعرف ننام واحنا ضميرنا مرتاح. بالظبط. لا انا ظلمت امي ولا انت ظلمت امك. ايوه بس على فكره بقى، اوضه امك اكبر من الاوضه بتاعت مامي. ايوه حبيبتي، يعني امي اقدم من مامتك، فعادي يعني بالاقدميه. ماشي يا عادل، ماشي كده ارتحنا الحمد لله. في 3 اخناتون ناقصين و2 انوبي و4 ورق بردي. فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنه برضو يا عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر؟ هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. الحاجات اللي ناقصه دي فين؟ خلاص معلش يا عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحه، من طلعه الصبح لغايه لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي، البضاعه اللي ناقصه فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ اه، وانا لما حاجه بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها عشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف؟ يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، 5 تماثيل اتكسر والاربع ورق البردي دول اتكسروا. الاخرين يا عادل في ورق بردي بيتكسروا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى رامز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي ماشي، وايه تاني اتكسر يا رامز؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا، الساعه بتاعتي مع انها اخد ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي. ضد الميه؟ يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا 4 يا عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر، وغير اللي اتسرق، وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال اقول لك يا عادل يوم الجرد ده خدوا اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. ايه 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 في ايه في ايه؟ ايه يا عادل انت بتزعق ليه يا حبيبي؟ بزعق ليه؟ الساعه 6 الصبح مصحيين على الدوشه والمكنسه والخلاط والتلفزيون، في ايه؟ مش عارف انام. يعني انت سمعتها؟ طبعا سمعتها وتنيلت صحيت اهو. امال الست مجيده مش عايزه تسمعها ليه؟ عشان لما اقول لك انها بتستعبط. بقول لك ايه،
انت احترمي نفسك وعرفي تتكلمي ازاي وقولي استبح يا صبح. ما تكلميش عمامي بالطريقه دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء. اه بحسب. ايه بعيد قوي. عيب يا سناء تتكلمي معاها بالشكل ده، وبعدين احنا ما نعرفش الظروف، مش يمكن اتطرشت ولا حاجه. ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بطهر البيت يا حبيبي. اوضه النوم بتاعتهم ما فيهاش شباك. اوضتهم مكمكمه. حمود ازاي تعملوا حاجه زي كده وتتجننوا قاعدين تخنقوا واحنا نايمين؟ نايمين؟ احنا اسفين قلقنا منامك يا مجيده. اصل احنا بنصحى الساعه 5 الصبح. اه بننزل نبيع اللبن اللي حلبناه من الجاموسه اللي مربينا في البلكونه. على العموم انا عارفه كويس قوي انتوا بتعملوا كده ليه. تفتكري بنعمل كده ليه؟ ها بنعمل كده ليه؟ انتوا عايزين تزهقوني وتذلوني علشان امشي واسيب البيت، بس ده مش هيحصل جامي. برافو، سقفوا المجيده، سقفوا المجيده، اخيرا عرفت احنا بنعمل كده ليه. يلا بقى اتكلي من البيت. بقول لك يا مجيده، انا طالبه منك حاجه، كل يوم تصحي الساعه 6 الصبح تسيقي البيت بميه ساقعه، عشان ميه السخان انا محتاجاها عشان الحمام، وانتي قبل ما تروحي المدرسه تغسلي المواعين وتحضري لي الفطار. انا من رايي يا ماما انها ما تروحش المدرسه وتفضل تساعد مامتها هنا في شغل البيت، عشان حضرتك يا قلبي اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار بتاعك على صينيه كده سخنه بيغلي قدام باب اوضتك. ده احنا على كده بقى هنبقى الخدامين بتوعكم. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ ما تعملي بلقمتك يا ماما. وبعدين انتي يا مجيده لا تفقهي شيء في شغل البيت، احنا بنأسسك بنعلمك صنعه تنفعك، نعلمك شغل البيت عشان لما تروحي تخدمي في بيوت الناس الزباين ما يشتكوش منك. هاو داريو، هاو داريو يا سناء. اسمعي بقى، ده مش هيحصل عشان انا متعززه يا حبيبتي. ها وده مش هيحصل ابدا. عادل شايف يا عادل؟ انا مش شايف، انا سامع وحاسس. يا عادل قوم بقى. ما ينفعش الكلام ده، ده بيتي انا، انتوا ناسيين ولا ايه؟ ودي مامتي وليها حق في البيت ده زي امك بالظبط. فهمني ولا مش فاهمني؟ واو ده عادل اللي بتعمله اختك سناء. يا جماعة حرام عليكم بقى، حرام عليكم. يعني أنا طول الليل شغال وطول الليل بجرد ومستحمل هباب الطين رمزي ده، أجي في النهاية كمان مش عارف أنام. ما أنا لو معرفش أنام يبقى مش هعرف أروح الشغل، لو معرفتش أروح الشغل يبقى أنتوا كلكم هتروحوا تشتغلوا في البيوت. يا جماعة حرام عليكم، بابا تعبان من الشغل وعايز ينام. خلاص يا بابا روح أنت نام وأنا هسكته. يعني أنت مسؤولة عن كده يا ياسمين؟ آه، وإحنا عيال يعني؟ ياسمين طب افرضي بقى ان مجيده ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، نعمل فيها ايه؟ هي دي مشكله؟ دي مش مشكله، ما نودهاش سينما الاطفال. معقوله ما نودهاش سينما الاطفال؟ ده احنا كده بنتك عليها قوي يا ياسمين. لا انتوا زودتوها قوي بقى، وانا عارفه كويس قوي انتوا برضو عايزين تزهقوني وتذلوني وتهينوني عشان ما اقعدش في البيت واسيبه، لكن ده مش هيحصل وهفضل قاعده على قلبيكم هنا اهو في البيت. سناء 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 تعالي تعالي. عايز ايه؟ هتذنبني ولا ايه؟ تعالي يا لطيفه تعالي. رانيا رانيا تعالي تعالي. يلا يا نجم. ياسمين تعالي. يا سناء ليه بتعملي كده في حماتي؟ انت عايز ايه يعني؟ نخدم ورا منها؟ هو يا كده يا كده، بس انا ملاحظ من اول ما جات هنا اهو البيت وانت بتتعاملي معاها بطريقه عجيبه، انا حطها في دماغي. لعلمك بقى انا ما فكرش فيها ولا لحظه واحده ولا حطها في دماغي خالص. دي ست كده متنشيه وعامله مانيكير كده وباديكير وطول نهارها ايديها كده اهوت وصبغه شعرها اصفر وطول نهار كل ما اتكلمها تقوم رافعه لك حاجبها كده عامله زي الفرنساويه. وبعدين كل ما اروح لها البيت فاكر تقول ايه؟ الاقوا جزمكم بره جميع احسن توسخوا السجاد، اغسلوا ايديكم بالكلور جميع احسن توسخوا الكوبايات. ده واضح تماما ان انت مش حاطاها في دماغك خالص، ده ايه التجاهل ده؟ مش قلت لك ان انا ما بفكرش فيها؟ اه لا لا خلاص، يعني ما تتكلميش عن نفسك. المهم بس يا سناء بعد اذنك شيليها من دماغك لغايه ما انام شويه، وبعد الصلاه رجعيها تاني في دماغك، كلنا هنحطها في دماغنا، وانت يا ستي اكتر واحده حطيها في دماغك. المشكله يا عادل موجوده دلوقتي مش بعد الصلاه. المشكله موجوده على طول لعلمك، يعني انت لو بتدوري لها على حاجه يعني بتتكلم عليك زباله. تتكلم عليا انا زباله؟
دولا 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 ايه دولا انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم يلا؟ اوضه النوم يا عم انت بتحلم، احنا في القهوه دولا. يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولا فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دولا. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي كلمه الالتزام يا دولا، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل؟ وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا حاضر. نفتح بس الاول حته في النص ده. عادل دولا دولا عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ ما اعرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعه صبحيه. اهدى اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاة جمعة ايه؟ هو النهاردة ايه اصلا؟ قوم قوم يا عم قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبة بايدك دي واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل يا استاذ عادل لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق فوق يعني فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوة دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعة 7 الصبح يوم الجمعة يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولا عايز ايه؟ دولا الحق الحق حتة بيقول لك اطلعوا بره. انت جبت لنا كلام يا حتة؟ انا مال انا يعني هو يطلع بره هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولا يا دولا ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولا؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشه اقوم اكسره. وانت كام تمثال عملوا لك دوشه قبل كده؟ 3. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعاده يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي يا دولا يا دولا دولا انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها خلاص مش هغلط فيك يا ناس ان شاء الله. طب يلا قوم قوم بقى قوم. انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولا؟ لا انا نمت بعديك رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دولا انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فهو. حاضر حاضر انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر ما دام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولا روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عدى عليا هنا في البازار. ماشي. دولا اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا ظبط حياتك تستقيم حياتك. ايه
حد يرد على التليفون يا اخوانا، حد يرد على التليفون. الو يا رمزي، عايز ايه؟ ايه؟ هجيب لك سجادة صلاة وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب؟ عايز ليه لب؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصلاة. ايه، هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي، حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب يا رانيا. انت بتزعق ليه؟ افتح الباب يا رانيا، مش شايفاني نايم. نايم وبتتكلم ازاي دي؟ انا اسف يا ستي، مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتح الباب عشان عايز انام. وش معنى انا؟ انا صاحية من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي اختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شوية دم وتعمل حاجة، ثم ان انا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح بباب. أوه. يا سناء، سناء، يا سناء. ايوه يا عادل. الله، عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك هي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي، ما فيش وقت للكلام ده، افتح الباب لو سمحتي، بيرن من الصبح. انا حلفت لا هفتح بباب ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثه ما انا فاتحه الباب. يا ماما، يا ماما. ايه في ماما؟ بتنده عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتح الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط من فضلك ما تغلطيش فيا. ما ماما قالت الشحطتين، يعني غلطت فيا انا كمان، ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي، عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي زي امك. يا ماما معلش يا ماما، افتحي يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفت. واللي بره ده كمان. يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت اخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هفتح، مش هفتح. دي الفكره يعني؟ مش هفتح. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي يلا. بس على فكره كده انت قمت من على الكنبه. لا، كانت رجلي دي لمسه، والله كانت رجلي لمسه. يلا روح تحت. ايه طرشان، مش سامعين جرس الباب؟ إيه ما سمعناش خالص، هو ضرب؟ يا رب، ده حاجه غريبه جدا، ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام مرد؟ ازيك يا اختي؟ في ايه يا جماعه؟ انا بقالي ساعه مفتوحه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام ميرفت؟ ده بيختي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفت ما ياكلش الفوله، لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفت عشان بصلتين؟ الله يا سعاده، هو انا بعايزه عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سبخت مني ما اخدك النهار. يا اختي يا اختي، ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا، حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفت البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. خلاص يا جماعه، سناء قومي هاتي البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام، ام ميرفت خشي خد البصل اللي انت عايزاه من البلكونه. يسلم بقك، عمال تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخويا انا عارفه ان البيت بيتي. طبعا، فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل، انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي، عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي، اتكي على الله وامشي. يا سلام، هو في حد اصلا واجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه، حاجه غريبه جدا. وانت كمان بقى اتاخر، انا مش عارفه اقعد. اتفضلي حضرتك. يا اولاد انعام، البصل يا اختي متعلق سقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا اولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت، شوفي اي مقشه واخطفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل، هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات، انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا
هتستريحي وتريحي. قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغاله عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه، صوت الضمير، صوت العرب. كلمه ماما تمشي على رقابي كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل، وبعد منهم كلمتي انا تمشوا عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا هنا ايه؟ طيشه، كنبه، جردل، انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي، ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص خلاص خلاص، بس كفاية، أنا أحل لكم الحكاية دي. يوم السبت سناء عندها أجازة من المدرسة، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحدة فيكم ليها يومين، نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحدة مسؤولة فيكم عن أوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم، كل واحده هتغسل هدومها. هدومي رانيا هي المسؤوله عنها. الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره. عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي، ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذي رئيس قسم. طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكرة انها موافقة. طالما ماما قالت انها موافقة طبعا انا لازم ارضخ لرغباتها. وانا هعمل ايه؟ بص يا ياسمين، انت عليك مهمة مهمة جدا. هتلمي كل الازايز اللي موجودة في البيت وتمليها مية وتحطيها في التلاجة، ما تخليش ولا ازازة فاضية. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، انا هنامي نوع الكنبة، ممكن تسيبوني بقى. الله. طيب يبقى انا كده بقى هنام بعد صلاة الجمعة ان شاء الله. انا خدت البصل اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا اولاد، ماليش عندكم حزمه بصل اخضر كده من ابو الشراشيف؟ بصل؟ حاضر يا ام مرفت، حاضر، هجيب لك حزمتين وانا راجع من الصلاه. كله بعد الصلاه، سيبوني بقى.